وزارة الداخلية تعلن وفاة مسعف فلبيني وإصابة 5 آخرين بفيروس كورونا في مدينة العين. الشارقة تختتم مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب بعد أن نجحت في تسليط الضوء على منتجها الثقافي. أيام الشارقة التراثية تطلق فعالياتها في مدينة دبا الحصن مقدمة مزيجا من تراث الإمارات وثقافات شعوب إسلامية عدة. حياكم الله، كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار، قدمناها لكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وندعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. ننطلق وإياكم من العاصمة أبوظبي، حيث تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع نسخة من كتاب خليفة بن زايد فارس الألفية الجديدة. وأثنى معالي على الجهود الكبيرة التي بذلها المؤلف سالم إبراهيم السامان في إنجاز هذا الكتاب الهام الذي يعتبر مرجعا هاما للأجيال القادمة لما يحتويه من سيرة ومسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، التي تكللت بالإنجازات غير المسبوقة في شتى الميادين. كشفت وزارة الداخلية عن وفاة أحد مسعفيها وإصابة 5 آخرين جميعهم فلبينيون من منتسبي قسم الإسعاف في مدينة العين بالعدوى بفيروس كورونا خلال الكشف وإجراء الفحوص الطبية الدورية عليهم. وذكرت الوزارة في بيان لها أنها اتخذت الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة بوضعهم في الحجر الصحي، وتواصلت الوزارة مع الأشخاص الذين تم إسعافهم من أفراد المجتمع في الفترة الماضية للإطمئنان عليهم احترازيا. أعلن مساعد مفوض الشرطة البريطانية مارك رولي أن التحقيقات مع المشتبه بهم 5 الذين تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء الآثم الذي تعرضت له 3 شقيقات إماراتيات يوم 6 أبريل الحالي في فندق كامبرلاند في لندن أحرزت تقدما كبيرا، مؤكدا أن عناصر الشرطة البريطانية يعملون بجد لتقديم المتورطين في هذا الهجوم إلى القضاء. وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت 4 مشتبه بهم على خلفية هذا الاعتداء إثر مداهمة لإحدى الشقق في منطقة إسلغونتون شمال لندن يوم 3 الماضي، فيما تحتجز مشتبها 5 من نفس المنطقة. وقال مساعد مفوض الشرطة البريطانية إن عملية التحقيق لا تزال مستمرة بفضل المساعدة والتعاون الممتاز من نظرائنا في شرطة أبوظبي. وعلمت وكالة أنباء الإمارات أن شرطة أبوظبي كانت قد أرسلت محققين وموظفين من الدعم الاجتماعي إلى العاصمة البريطانية لندن فور وقوع الحادثة، وقد وجهت اتهامات الشروع في القتل بحق المشتبه بهم 4 إضافة إلى تهمة حيازة مقتنيات مسروقة. هذا ولا تزال الشابات في المستشفى إحداهن في حالة حرجة، بينما تعاني شقيقتاها جروحا بليغة لكنها لا تهدد حياتهما. ونبقى في مدينة الضباب، إذ اختتمت الشارقة مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب الذي استمر لمدة 3 أيام. واستطاع معرض الشارقة الدولي للكتاب توثيق العلاقات العالمية مع الناشرين وتعزيز ثقتهم بثقل الشارقة الثقافية. تفاصيل اليوم الأخير في تقرير الزميل محمد السويدي. ندوة تفاعلية مميزة وسط إقبال لافت اختتمت بها الشارقة مشاركاتها في معرض لندن للكتاب. الندوة التي حضرها سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وعدد من ممثلي دور النشر البريطانية والأجنبية تناولت معرض الشارقة الدولي للكتاب وكيف بإمكانها أن يكون بوابة للناشر الأجنبي إلى العالم العربي. وقدمت الندوة بطريقة نقاشية تعرض عددا من التجارب التي تشارك في معرض الشارقة، حيث سعى السيد أحمد بركاض العامري مدير المعرض من خلال إدارته للنقاش إلى تسليط الضوء على مدى توفر البنية الخدمية والمعنوية والتفاعلية فيه. قامت مثل هذه الندوات في معرض لندن للكتاب هو خروج عن التقليدية
ومن ضمن استراتيجية تسويقية للمعرض للتعريف بالإمكانيات والتسهيلات التي يقدمها المعرض للناشر الأجنبي والناشر العربي. طرحت عدة نقاط، وهناك كانت هناك إجابات لعدد كبير من الأسئلة للناشرين الأجانب الراغبين في التواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويحرص الناشرون الأجانب على لقاء ممثلي معرض الشارقة الدولي للكتاب وبحث التعاون معهم، خاصة مع السمعة العالمية التي حققها المعرض ودوره الواضح في التقريب ما بين الثقافات الأجنبية وعالم النشر فيها مع واقع الثقافة في العالم العربي. نحن مهتمون جدا بثقافتكم، وغايتنا التعاون مع الثقافات الأخرى. في الحقيقة أعتقد أن الثقافة الإيطالية والعربية مرتبطة ببعض، ولو عدنا إلى الماضي قبل 1000 عام لوجدنا على سبيل المثال أن مساهمات بن سينا قد أثرت في الثقافة الإيطالية. إذا نحن في هذا المعرض نجد أنفسنا معا، وآمل أن نتعاون ونقوم بشيء ما معكم. الجناح في محتوى ضم حضورا لمنشورات القاسم الخاصة بمؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة وعدد من إصدارات دائرة الثقافة والإعلام ومشاركة من مجموعة كلمات النشر، إضافة إلى مشروع ثقافة بلا حدود وجمعية الناشرين الإماراتيين. تحرص الشارقة من خلال مشاركاتها الخارجية خاصة في معارض الكتب على تقديم منتجها الثقافي بطريقة غير نمطية، وبالتالي فإن ذلك ينعكس إيجابا وبشكل تفاعلي على الجمهور الأجنبي. لأخبار الدار كان معكم محمد ماجد السويدي، لندن. ننتقل معكم إلى جديد فعاليات أيام الشارقة التراثية التي تتواصل حتى 25 من الشهر الجاري. بمدينة دبل حصن انطلقت مساء أمس فعاليات أيام الشارقة التراثية التي تستمر هناك 3 أيام، وافتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخرفكان بحضور سعادة علي أحمد يعروف رئيس المجلس البلدي بدبل حصن، وطالب صفر مدير بلدية دبل حصن، وعبد العزيز المسلم المنسق العام لأيام الشارقة التراثية. أيام الشارقة التراثية تقدم هذا العام بانوراما شاملة عن التراث الإسلامي، لخصته في شعار أكد بأنه موروث موحد. وفي دبل حصن عاشت هذه المدينة الفاضلة دورها في اكتساء ثوب الفرح ومشاركة إمارتها الباسمة في احتفالها التراثي المميز. تضمن القرية ورش تراثية، وإضافة هذا العام أيضا بما أن شعار التراث الإسلامي خيمة واحدة، هناك جهات أو جاليات مشاركة معنا من المملكة العربية السعودية ومن الجالية الهندية أيضا والجالية السورية. أتت هذه الوفود من شتى بقاع الأرض مصبة في هذه الأرض الكريمة أرض الشارقة، ليعبرون عن تراثهم المادي واللامادي. أجواء تراثية وتاريخية استعادت بها المدينة الفاضلة عبق الماضي وأصالته، لوحات مثلت الحياة اليومية للأجداد والموروثات الشعبية والتي صورتها بتفاصيلها، فعكست تمسك أهلها بماضيهم وتراثهم القديم وانتظارهم بشوق حلول أيام الشارقة التراثية. وهذا يؤدي إلى إحياء التراث الماضي، فهذا شيء رائع وطيب. أيام الشارقة التراثية تتكلم عن حضارتنا التراثية القديمة، وتعلمنا كيف كان تراث أجدادنا الأول. اليوم حتى الأزياء أزياء أجدادنا كانوا أول كانوا يلبسون هالملابس مثل الخوار والثوب، فنحن نحب أن نعيش حياتهم الأولية من خلال هالتراث. الزائر لأيام الشارقة التراثية سيكون قريبا أيضا من الثقافات الإسلامية المتعددة التي تعرض في أركان مخصصة موروثها الشعبي، لتعرف الزائر ما تملك من مخزون ثقافي مادي ومعنوي. أيام نستنشق منها عبق التراث، فكانت دبل حصن الحاضنة لهذا التراث، وتنطلق منها اليوم أيام الشارقة التراثية في نسختها 12. لأخبار الدار عائشة الزعابي، مدينة دبل حصن.
وفي منطقة قلب الشارقة شهد مقهى الدريش الثقافي الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام أمسيتين تراثيتين، الأولى ناقشت أهم معالم العمارة التقليدية متناولة مقاربة بحثية عن عمارة البيت القطري في فترة ما قبل النفط من أواخر القرن 19 إلى الستينيات من القرن 20 قدمتها الباحثة آمال قطاطي، كما شهدت المحاضرة مقارنة عامة بين العمارة الحديثة والعمارة التقليدية، فيما ركزت الأمسية الثانية التي قدمها الباحث العماني الدكتور سعيد السيابي على أهم العوالم الجمالية والإنسانية والحضارية في الأغاني الشعبية والتراثية العالقة في ذاكرة الموروث الشعبي والمجتمعي. هذا وتتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية تحت شعار التراث الإسلامي خيمة واحدة. ومن قلب الشارقة تنضم إلينا في بث حي ومباشر الزميلة سماح الشيخ لتطلعنا على جانب مميز من جوانب هذا العرس التراثي. أهلا سماح. أهلا بك عايدة وبكل مشاهدي نشرة أخبار الدار في كل مكان. الشارقة لا زالت تنتشي هذه الأجواء الرائعة، وهنا من قلب الشارقة وتحديدا من الساحة في القرية التراثية في هذا القسم الذي يحتوي فقط على فعاليات الأطفال وكل ما تحتويه من فعاليات من قراءات من ألعاب شعبية كل ما يتخيله المشاهد. لذلك يسعدني أن تكون معي في هذه اللحظات الأستاذة هنا السويدي المسؤول عن قرية الطفل. أولا مرحبا بك في نشرة أخبار الدار ونبارك لكم هذه الانطلاقة الجديدة للأيام التراثية. خبرينا أكثر عن هذه القرية التي تحتوي على فعاليات الأطفال ودور إدارة التراث في فعاليات الأطفال. طبعا اهتمت إدارة التراث مثل كل عام بالطفل اهتمام كبير، وأخذت على عاتقها في هذا العام بالذات أن تحاول توصل التراث للطفل بأي طريقة ممكنة. فحاولنا احنا أن تتنوع برامجنا في هذا العام ما بين البرامج التعليمية والبرامج التراثية والبرامج الترفيهية للأطفال. البرنامج عندنا طبعا ممتلئ جدا، ما بين عندنا مسابقات تراثية بشكل يومي تكون، عندنا مسرح العرايس، مسرح العرايس يحكي قصة تراثية من العالم الإسلامي، كون السنة طبعا الشارجة حاصلة على لقب عاصمة الثقافة الإسلامية. كذلك لدينا مسابقات ترفيهية بشكل يومي، عندنا ورش تعليمية للأطفال، عندنا ورشة إعادة تدوير الأوراق لصناعة القوارب بالتعاون مع جمعية المعلمين، عندنا ورشة الأوريغامي وهي طبعا من التراث الياباني اللي هي احنا نسميها قص ولصق، ويتم من خلالها تكوين بعض الأشكال للأطفال، طبعا هم اللي يكونونها بإيدهم ويشتغلون فيها بإيدهم. عندنا كذلك عندنا فقرة مثل ما كنتوا شايفين قبل شوي، هاي فقرة ترفيهية يعني مسلية للأطفال اللي هي فقرة خفة اليد. عندنا كذلك فقرة الأراغوز، وطبعا هي الأراغوز معروفة في مصر ومشهورة جدا في مصر، فاحنا حاولنا السنة أن ننقلها هنا. عندنا فقرة الخراريف، واحنا طبعا هاي الخراريف ركزنا أنها تكون من تراث الإمارات، يعني شخص كبير يحكي قصص من تراث الإمارات للأطفال، نحاول من خلالها توصيل عادة معينة أو تقليد معين للأطفال، يتم من خلالها توصيل مبدأ معين، يعني أن الطفل يطلع من عندنا من القرية يكون عارف معلومة تراثية، انغرس في مبدأ معين، فهذا هو اللي احنا نحب ان يعني تبث. استاذه هنا اسمح لي على المقاطعه، كيف وجدتم التفاعل الاطفال مع هذه الفعاليات المتنوعه؟ ما شاء الله السنه عندنا تفاعل مش طبيعي، يعني انا يوميا يزور القريه عندي ما يقل عن 500 طفل اليوم بالضبط، يعني الاحصائيه لين قبل شوي كانوا مخبريني تقريبا 820 طفل كان، من لان احنا نبدا من الساعه 5 العصر الى الساعه 10 ونصف الليل، فما شاء الله الناس على طول متوالية علينا، فتشوفين الأطفال ما شاء الله أعدادهم جدا تكون كبيرة. ما هي الدعوة التي تقدمينها للزوار وبالتحديد للزائر الصغير؟ والله احنا نقول متفضلوا عندنا القرية، لأن ما راح تندمون نهائيا، الأطفال عندنا ما راح يحسون بالملل لأن فقراتنا جدا متنوعة، وراح يستفيدون من تراث بلادنا وراح ياخذون مبادئ معينة، فمش ترفيه فقط لا، تعليم وتثقيف و
جزيل لك استاذه هنا السويدة على هذه الاضافات، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح. قريه الطفل واحده وجانب واحد فقط من ايام الشارقه التراثيه، حقيقه الفعاليات كثيره جدا ومتنوعه، وهناك المزيد من التقارير الخاصه ان شاء الله سنعرضها في نشراتنا المحليه. اود فقط ان انوه بان فعاليات القريه التراثيه مستمره حتى 25 من هذا الشهر الجاري، وهذه دعوه نقدمها لكل من لم تطأ قدمه ارض القريه بان يكون متواجد هنا، فالقريه تجسد ماض جميل نعيشه اليوم حاضر مجيد، فمن ليس له ماض ليس له حاضر. هذا كل ما لدي حتى الان، عوده مجددا لكم في مركز الاخبار لتكمله نشره اخبار الدار، اما نحن فسنكمل جولتنا التراثيه. نعم، اذا الزميله سماح الشيخ كنت معنا من قلب الشارقه حيث تقام ايام الشارقه التراثيه، شكرا جزيلا لك. أخبار الدار ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. المضادات الحيوية بين الشفاء العاجل ومخاطر الاستخدام المفرط وغير الدقيق. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا بكم. لأنها عاصمة الثقافة الإسلامية، تواصل الشارقة مشروعها الثقافي الرائد في نشر الفنون بأشكالها المختلفة وتعميق جذورها في المجتمع. ضمن حراك الشارقة الثقافي، افتتح عبد الله بن يعروف مدير الديوان الأميري بدبل حصن معرض الفن التشكيلي خطوط تشكيلية، يرافقه هشام المظلوم مدير إدارة الفنون بدائرة الثقافة والأعلام. ويأتي هذا المعرض الذي ينظم في المركز الثقافي ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى الشارقة للخط تعارف، ويشتمل على 34 عملا أبدعها 22 منتسبا من منتسبي مراكز الفنون في كل من دبل حصن وخرفكان وكلباء. وجاءت الأعمال في مجملها ضمن مجالات الفن التشكيلي بروعة تصاميمه وألوانه المدمجة بالخط العربي، لتعبر عن مدى الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة الفنون في الكشف عن المواهب الإبداعية الجديدة ودعمها. وضمن البرنامج الثقافي الترفيهي بيدي أصنع غدي، نظمت مكتبة الذيد العامة ورشة حروف من طين للأطفال، وذلك بالتعاون مع إدارة الفنون في المنطقة الوسطى. وتضمنت الفعالية التي قدمها النحات معتصم الكبيسي نحت مادة الطين أو الصلصال على أشكال مختلفة بهدف مساعدة الأطفال على تعلم هذا النوع من الفنون ووضع لمساتهم الجمالية فيها. شارك الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان في برنامج أصدقاء الشرطة الترفيهية الذي نظمه نادي ضباط الشرطة بالعين بإدارة النوادي والأنشطة الرياضية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي. واطلعوا مع مجموعة من الطلبة المنتسبين للبرنامج الترفيهي على مهام وأعمال إدارة جناح الجو في شرطة أبو ظبي، والتي قدمت عرضا حيا لعملية إنقاذ وإسعاف المصابين والجرحى. نختتم أخبار الدار بتقريرنا الطبي الأسبوعي، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من المخاطر المحدقة والناجمة عن الاستخدام المفرط وبلا داع للمضادات الحيوية وخاصة للأطفال. إيجابيات وسلبيات المضادات الحيوية تطلعنا عليها الزميلة هيفاء الكيلاني.
المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم خصيصا للوقاية أو العلاج من الأمراض البكتيرية، وهي تعمل على قتل البكتيريا المسببة للمرض أو تثبيتها. والمضادات الحيوية لا تعمل على قتل الفيروسات لحالات الإنفلونزا، ومع ذلك ولأن المضاد الحيوي يعد بالشفاء السريع، فإن الأطباء يحذرون من الاستخدام المفرط للمضاد الحيوي، إذ في كثير من الأحيان يوصف بلا داعي، مما يترتب عليه حدوث آثار جانبية ومقاومة لمفعوله. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من المخاطر المحدقة الناجمة عن مقاومة مفعول المضادات الحيوية. كل مادة كيميائية ليها الآثار الجانبية بتاعتها اللي احنا ممكن نتجنبها في حال ان احنا بعدنا عن المضاد الحيوي في حالات الالتهابات الفيروسية، بمعنى انه لو في ده فيروسي مش لازم نكتب مضاد حيوي، ومش لازم قوم تستعجل وتروح تشتري مضاد حيوي من الصيدلية. تدي فرصة لابنها أو بنتها يومين أو ثلاث أيام، ممكن حرارة تقل، بالذات لو في رشح، لو في شوية حرارة خفيفة ممكن نصبر عليه شوية. يحذر الأطباء من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وخاصة في علاج الأطفال، لأنها تعتبر من السموم إذا لم تستخدم بالطريقة السليمة والمناسبة للحالة المرضية للطفل ولعمره ووزنه وبالجرعة التي يحددها الطبيب. في الأحوال العادية يجب أخذ المضاد الحيوي من 7 إلى 10 أيام، وكثيرا ما تحدث آثار جانبية كالإسهال والقيء والغثيان وفقدان الشهية. كما يمكن أن تحدث المضادات الحيوية استجابات تحسسية تظهر في صورة طفح جلدي. الابتعاد عن المضاد الحيوي تماما إلا في حين الضرورة، واللي بيحدد الضرورة ده هو الطبيب. الطبيب اللي بيكشف على الطفل أو الطفلة بيحدد ده التهاب بكتيري ومحتاج مضاد حيوي. الطبيب بيحدد نوع المضاد الحيوي، نوع الميكروب اللي عنده، نوع ايه هي المشكله، ايه الالتهاب اللي عنده فين، وبيكتب المضاد الحيوي المناسب والجرعه المناسبه عشان يعالج بيها الحاله اللي عند الطفل. كلمة أنتيبيوتيك تعني بالعربية مضاد للحياة، وهذه الكلمة لها وقع مخيف على الأوساط الطبية البحثية التي تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وخاصة للأطفال، إذ يؤكد معهد الصحة في ألمانيا على أن المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا في الجسم، وللأسف ليس على البكتيريا الضارة المسببة للأمراض، بل تقضي أيضا على الكثير من البكتيريا المفيدة والمهمة للجسم. التقرير الطبي لأخبار الدار، هيفاء الكيلاني. وبهذه المعلومات الطبية نختتم أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن وفاة مسعف فلبيني وإصابة 5 آخرين بفيروس كورونا في مدينة العين. الشارقة تختتم مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب بعد أن نجحت في تسليط الضوء على منتجها الثقافي. أيام الشارقة التراثية تطلق فعالياتها في مدينة دب الحصن، مقدمة مزيجا من تراث الإمارات وثقافة شعوب إسلامية عدة.